بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي. يتجدد بنا اللقاء في نص من النصوص الجميلة، وهو آخر نص بعنوان حب الوطن. حب الوطن أحبائي للشاعر مصطفى صادق الرافعي. هذا الشاعر أديب مصري، ولد عام 1880 ميلادية في بهتيم إحدى قرى محافظة الأيوبية. حفظ القرآن الكريم على يد والده الذي كان عالما من علماء الأزهر. أصابه مرض في أذنه انتهى به إلى الصمم، إلا أن ذلك لم يمنعه من القراءة والتأليف. من مؤلفاته حديث القمر، وحي القلم، إعجاز القرآن، وتوفي عام 1973 ميلادية. أحبائي، نتكلم عن النص. الشاعر يحب مصر حبا شديدا، ويريد أن يعلم الناس هذا الحب، ويعلمهم أن من يجحد فضل بلاده هو أقل درجة من الحيوان الذي يحب بيته ووطنه ويعود إليه مهما طال الفراق. أحبائي، هيا بنا نتعرف على أبيات النص الجميل التي يتكلم فيه الشاعر عن حب الوطن. بلادي، حب وفاء وصدق وإخلاص. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب، ولا في حليف الحب إن لم يتيمي. أحبائي، نجد أن الشاعر بدأ النص بكلمة بلادي إضافة إلى ياء المتكلم، ليدل على حبه الشديد لهذه البلاد. هواها أي حبها في لساني وفي دمي، يكرر ويؤكد على ذلك في تكرار للتوكيد على هذا الحب. يمجدها، يعظمها قلبي ويدعو لها فمي باستمرار. ثغري، فمي ثغري، أي هواها حبها، المضاد كرهها، جمعها أهواء. لساني المراد كلامي وحديثي كما قلت لكم، الجمع ألسنة وألسن. ولا خير فيما يحب بلاده، لا خير لا نفع، مضاد خير شر. حليف أي مصاحب ملازم، أي أنه منشغل بهذا الحب. إن لم يتيم، يتيم عاشق، عاشق على هذه البلاد. ويوضح أيضا الشاعر ظلم الإنسان الجاحد لوطنه ونفسه. ومن تأويه دار فيجحد بفضلها، يكن حيوان فوقه كل أعجمي. ألم ترى أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجئه في نون الحادثات بأظلمي. الشاعر يتكلم عن الإنسان الذي يجحد فضل الوطن، أي ينكر فضل وطنه الذي هذا الوطن الذي يضمه ويؤويه، ولا يعترف بفضله عليه، ينحدر إلى منزلة الحيوان، بل يكون الجماد أفضل منه. فنجد تأويه تضمه، تحتضنه، طبعا مضادها تطرده، تلفظه. دار المراد بها هنا البلد أو الوطن، جمعها أوطان، جمع دار دور أو ديار. يجحد ينكر، مضادها يقر ويعترف. فضلها خيرها وإحسانها، جمعها فضول. فوقه المراد يعلوه ويفضله. أعجم أي الذي يتكلم، المراد هنا بأعجم الجماد، المؤنث هي عجماء، جمع عاجم. ألم ترى أن الطير إن جاء عشه، المقصود بعشه هنا وكره، المراد بيته، جمعها أعشاش وعشاش وعشوش. أكنافه جوانبه، جمعها مفردها كنف. يترنم يغنوا
يغني ويجدو وضدها يبكي وينيح تجئه تأتيه فوق فنون الحادثات فنون بمعنى ألوان وأنواع الحادثات المصائب مفردها الحادثة الشاعر يدلل على ذلك أن الطير عندما يضمه عشه ويحتضنه يغني فرحانا وسعيدا وأن الذين يظلمون أوطانهم أو ينسون حقها عليهم تأتيهم أقصى أنواع المصائب ثم يؤكد الشاعر على أن الأوطان لا يرتفع شأنها إلا برجالها طبعا المخلصون يرفعون شأن الوطن وما يرفع الأوطان إلا رجالها وهل يرتقي الناس إلا بسلمي ومن يتقلب في النعيم شقى به إذا جاء من إذا كان من أخاه غير منعمي إذا كان من أخاه غير منعمي بيؤكد الشاعر على أن الأوطان لا ترتفع ولا تتقدم مكانتها إلا برجالها المخلصين إلا برجالها إيه؟ المخلصين الذين يتفانون في خدمة بلادهم والإنسان الذي يحيا في النعيم لا يشعر بالسعادة إذا كان أخاه شقيا تعيسا وهنا الأخوة في الوطن الواحد أحبائي نتضح من هذا أن الوطن له مكانة كبيرة الشاعر يوضح مكانة هذا الوطن وحبه الشديد لهذا الوطن فلذلك يرتقي بمعنى يرتفع ويصعد السلم ما يصعد به الإنسان إلى الأماكن العالية اللي هو الدرج جمعها سلالم وسلاليم يتقلب في النعيم المراد يعيش فيه بكل ألوانه والنعيم هنا بمعنى رغد العيش شقي تعيس مضادها نعمة وسعدة أخاه رفيق وصاحبه مضادها عاداه منعم سعيد جمعها منعمون أحبائي كما كنا ووضحنا في هذه الأبيات لو وضحنا اللغويات نلقي عليها نظرة سريعة اللغويات كما كنا هواها حبها مضادها كرهها جمعها أهواء يمجدها يعظمها يجلها مضادها يحقرها فمي ثغري هنا بمعنى حديثي جمعها أفمام وأفواه يتيم يتيم غير يتيم طبعا يتيم يشغله حبه دائما مضادها يمقت أو يكره طبعا وقلنا دار بمعنى وطن جمعها دور وديار فضلها خيرها وهكذا أحبائي أخاه صادقه وصاحبه مضادها عاداه كما قلنا تجئه قلنا تأتيه يترنم قلنا يغني ويغرد ويجدو أيضا مضادها يبكي وينوح بأظلم بأشد ظلمة مضادها أعدل يرتقي يصعد وهكذا أحبائي في اللغويات التي قررناها مرة ثانية على مسامعكم للتأكيد على أهمية اللغويات في معرفة المعاني سريعا تعبيرات جميلة التعبيرات الجميلة النص مليء بالتعبيرات الجميلة بلادي كما قلنا الإضافة إلى ياء المتكلم تفيد اعتزاز الشاعر ببلاده وشدة حبه لها هواها في لساني تعبير جميل يدل على دوام الحديث عن بلاده حبا لها في لساني في دمي تكرار فيه كما قلنا للتأكيد على هذا الحب وتوحي بتعلقه ببلاده يمجدها قلبي ويدعو لها فبي تعبير جميل يدل على شدة حب الشاعر لوطنه لا خير في من لا يحب بلاده تنكير خير للعموم والشمول وتكرار لا للتأكيد النفي حليف الحب تصوير للحب كأنه إنسان يلازمه ويوحي بشدة الإخلاص للوطن من تأويه داره دار طبعا تصوير للوطن بالدار التي تضم أهلها وتحتضنهم وكلمة دار جاءت نكرة للعموم والشمول يكن حيوانا تصوير لمن ينكر فضل بلاده بالحيوان وعلاقته بما قبله نتيجة لجواب شرط فوقه
كل أعجمي تصوير لمن ينكر فضل بلاده بالأصم الأبكم. هل انتهت اللغويات؟ لم تنتهي اللغويات بعد أحبائي. نكمل. ألم ترى أن الطيرة أسلوب استفهام ورده التقرير أن الحيوان أفضل من الجاحد لوطنه. يترنم تعبير جميل يدل على الأمن والسعادة في ظل الوطن. يظلم الأوطان تصوير الأوطان بأشخاص تظلم. تجيء فنون الحادثات تصوير للمصائب بأشخاص تأتي لمن يظلم وطنه. كلمة فنون تبين كثرة الشقاء وعلاقتها بما قبلها نتيجة لجواب الشرط. ما يرفع الأوطان إلا رجالها. الأوطان طبعا هنا مفعول به. من اللي بيرفع الأوطان؟ الرجال. وهذا الأسلوب أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. هل يرتقي الناس إلا بسلم؟ طبعا أسلوب استفهام ورده النفي. ومن يتقلب في النعيم تعبير يدل على كثرة ألوان النعيم من أخاه. تعبير يدل على وجوب تحقيق الأخوة والمحبة بين أبناء الوطن. أحبائي، هذا النص يدل على أهمية حب الوطن وتعلق الإنسان بوطنه، لأنها فطرة فطرها الله في الإنسان أن يحب بلاده. هكذا أحبائي نصل إلى المناقشة. كما تعودنا أحبائي نقرأ البيتين ثم نعرف الأسئلة والاختيارات من متعدد، وسؤال طبعا من فهمك للنص، وسؤال للغرض من الاستفهام والجمال في التعبير. كما كنا أحبائي أسمع أحدكم بعد ما بينا وشرحنا يتضح لنا إجابة هذه الأسئلة بسهولة. أتمنى لكم التوفيق ودوام النجاح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.